هذا المنتخب المغربي أقام 17 سنة مساء يوم الجمعة أول تمارين له في الجزائر استعدادا لمشاركة نهائيات كأس إفريقيا أقل من 17 سنة، وأجرى التمارين على ملعب تدريب شاهد الحمداوي بمدينة القسطنطينية وعرفت مشاركة جميع اللاعبين. وكانت التمارين خفيفة وركز فيها المدرب سعيد شيبة على إزالة الإرهاق مع بعض التمريرات بالكرة. وكانت البعثة لمنتخب المغربي قد حطت الرحال في الجزائر يوم الجمعة، ويتواجد الأسود الأطلس في مجموعة تنضم كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا وزامبيا. وسوف يأخذ المنتخب المغربي للشباب أول مباراة في بطولة كأس إفريقيا أمام جنوب أفريقيا الأحد المقبل.